وغير خلاص انتهى راح لفيه يا اخي. ايش ذا ما ابراهيم ما فهم تدري شو اجمل شيء ابراهيم؟ يعني احنا في كل برنامج نهايه برنامج لازم نحط شيء تراثي في هالبرنامج، فاحنا بنحط بنعلق طاقيه ابراهيم في الزاويه زاويه البرنامج، لانه فعلا ابراهيم طاقيتك رافقتنا مدى بدايه الحلقه ل 20 اليوم والله كويس رافقتنا الزين صابر علينا الطاقيه. طاقيه ابراهيم لها اثر كبير في البرنامج وبنقطع شعيرات من البرنامج نقطع شعيرات مع الجل وبنعلقها فيها عشان نترك اثرها للطاقيه والجل. طيب يا شباب صراحة يعني أنا أقول شيء عندك ملحد صار عندك ولا عندي؟ والله بكيفكم اللي يريحكم أنا ما عندي مشكلة. لا لا عندي. السلام عليكم. ألو معنا مباركة من جيزان حياك الله يا مباركة. مباركة؟ معاكم مباركة العرس الاثنين. لا مباركة ولا؟ لا مباركة. طيب ما صح الاسم الله يطول بعمرك، ركزي معانا يا مباركة، يلا من واحد إلى خمسة جاهزة؟ ايش بك؟ ايوه جاهزة، خمسة خمسة رقم خمسة. رقم خمسة يقول السؤال التالي تالي تالي وريك على وريني مين؟ يلا جاهزة؟ ايوه ايوه. يقول السؤال يا طويلة العمر، من هو أول خليفة قتل في الإسلام؟ ساعدوني. عمر بن الخطاب، صح؟ ألو عمر بن الخطاب. ايوه ايوه شفت فاطمه وزوجها مو ايوه. يلا يلا مبارك العرس الاثنين، مبارك العرس الاثنين للجميع. يا شباب سم خل تبون تصور ولا تبون تسولف؟ اللي يريحك احنا معك. ها؟ احنا معك، ادرك صوب بيدك وقود الطائره بس. راح خذ من وين؟ من رابغ. هذا واتساب من رابغ يا ابو يا هلا بهالرابغ. اسمي محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله محمد، سعيدين باتصالك، اصلا جانا اياك من المقبولين في هذا الشهر الفضيل. الله اللهم امين. هلا شمراني كيف حالك يا شمراني؟ الله يكرمك بالجنه يا حبيبي. الله محمد نور العوفي معك. انعم واكرم بك نور. يا مرحبا اخوي محمد، عفى الله عنك حالك. محمد الارقام تظهر معك اخوي، اختار من واحد الى خمسه. شلون تدري؟ طيب اربعه. طيب اختار رقم اربعه. السؤال يقول من هو النبي، ركز معي اخوي الكريم، من هو النبي الذي لقبه القران بصاحب الحوت؟ يونس. يونس اكيد اخوي محمد. ايوه رقم واحد. اخر كلام؟ نعم. نبغاك تفوز يا محمد، ركز. يونس يونس. ها ودي تتاكد مره يونس. نبغاك تفوز يا محمد صدقني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب يونس مبروك مبروك يا محمد وتمتم. تمتم. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا يلا نشكر مانجا مانجا. يلا نشكر الكابتن محمد نور على تواضعه، اعتزل وقال خلنا ترزق الله. لا لا محمد نور اللي من رابغ. من رابغ يا حبيبي كيف رابغ. شكرا لك يا محمد نور. لا جوبر معنا هذه السمرة معنا سامن جابر. مش الشعب فاضي منك مات. معك السفرة ولا اتصال؟ سفرة. هذه سارة من الرياض. يا سلام ما شاء الله جوها نجدي. لا سفرة وشعبي ولا لا يا ابو عبد المحسن؟ بعدين ما شاء الله تبارك الله ابراهيم عادي سؤال شوفوا لو تلاحظ ما شاء الله تبارك الله يعني عدد قليل، وهذه الميزه صراحه. احنا في العشر الاواخر دائما او بعد نصف رمضان الواحد ما عاد يكثر من الاكل حتى يتفرغ للعباده، انها هي معدودات الامانه صراحه. هذه كنا سفره عمتي ام ناصر. هذا شيء جميل خاصه انها سفره عمتك ام ناصر وقليل، فانا نثني على سفره عمتك ام ناصر وعلى سفره عمتي شمه من الدم الله يحفظها ام ناصر. ونعم والله بهل السوالم كلهم. ايش رايك؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. يزين الناصر بينك. يزين الناصر بينك. بس غدا والله زفه السوالم يزين مخالف اخوي ابراهيم ما شاء الله
وش ذا؟ هذه طبعا هذه صفرة من دولة عربية. بس الشباب من وين تتوقع يا هذه؟ عشان الفراخ اتوقع انهم من مصر. ما شاء الله عليك فعلا. الصفرة هذه من تسليم من الاردن. من الاردن. حلوة بس نتصال فراخ. كلكم فراخ. من وين اتوقع من مصر؟ هذا مصر فعلا. هذه من الاردن. هذه من تسليم اختنا من الاردن. الله يسعدك. شو اللمسات الجميله هذه اخواننا المصريين ما شاء الله تبارك الله. ما يرضى الا ان شاف الفرختين جنب بعض ويلعب فيهم المصمص والمصمصه. وما شاء الله لما تلمس من هنا شغل حسب لك انه حاط اسمنت هنا. صاب اسمنت من قوه ما هو يلعب يمزمز الصباح على الفول والعدس والظهر حبتين بخاريه. لا لا ما شاء الله. هذه انا ودي يفيدون اخواننا مخرجنا المصريين اللي معانا الله يسلمك. لا هو يدخل بالدجاج الشقه فاهم كذا. ايوه يلا يلا يا ست يحط الدجاج حلي القدر. صدق مسلسلات انا مالي ترى متاخره. يوليه تحط بطنه هي حيه باقي مشكله. ساعات ساعات صوت بطنه. لا مخرجنا عبد الله يحب يسوي ظلام علينا. واصر ام الدنيا وفعلا والله يعني احنا تتلمذنا على يادي مصريين فعلا. المصريين فنانين. الوسط الاعلامي او الوسط الفني. شوف انا اقول لك والله انا دخلت قناه لقيت في ناس مصريين مع احترامي للبقيه. المخرج والله العظيم الفن اساسا من مصر. الانشاد من مصر، الاخراج من مصر، ابعدك حاجه اسمع العلم من مصر، المخرج من مصر يستاهلون عبا. تحيا مصر تحيا مصر. المخرج يا ابراهيم المخرج زعل الحين. شو المخرج زعل قال حط زعل. ما تجيبوش زوم الوجيه بعد كاميرا على الشباب. خذوه لونك خذوه كاميرا لونك يا سعد الله يا برنس. خلاص الله رضا حبيبي. قال لي قال لك ايه قال لي وقال لي قال لي يحبيني على مالك ده انا اخر العنقود. يا سمار اللنيا ودمي خفيف سكر. شو تعال اوف. محمد زعل. محمد يقول عندي كلمه ومعلش. محمد زعل يقول انا عندي كلمه ودي اقولها وانت ما اعطيتني فرصه. تعال يا ابو عبد المحسن. طيب ايش معنى ما تزعل؟ اللي بحمل. طيب تكلم عن الجمعية. تكلم عن الجمعية. متابعة حساب الجمعية مشروع تعظيم. وتعظيم ايش؟ العيونية. والتغريدة المثبتة في الحساب والمشاركة في الهاشتاج. تفضل اخوي ابو عبد الحسن. الله يسعد الوجه وتعالى وجهه. ونفس لا تخاف. محمد لا محمد زعل لانه فعلا كان عنده كلمه وتاخرنا عليه. تفضل ابو محسن هذا البرنامج اللي تقوله. طيب الحساب انا اشغلهم شوي وقالوا اضطر الموضوع هذا وانا باقي ما طريته. تفضل. يا اخوان في سحب جوال. صح جوال بيجيك وانت مبسوط. ما غير بثلاث خطوات فقط. ايه اوكي شغله سهله. اوكي ركزوا معي عشان تاخذوا الجوال هذا. احنا والله انا ما زلت طلعت عشان الجوال هذا ودي انك تاخذونه. حط القلم. كرر ابراهيم المعيد في البدايه وانا الحين اكرر قبل شوي. متابعه حساب مشروع تعظيم المدى الحرام هذا واحد. تابع في تويتر. يدكم عند البيت. اعاده التغريده المثبته في الحساب عند من؟ حساب ايش؟ حساب مكه تجمعنا. مشروع. ومشروع المشاركه في هاشتاج رحمه بينهم اثنين. لا يدكم. عفوا يدكم عند البيت. يدكم عند البيت نعم. المشاركه في الهاشتاج. ثلاث خطوات تسويها وفي سحب بكره على جوال ايفون. طيب ايش رايك تعلن عن فائزة اللي فازت امس في هاشتاج رحمه بينهم؟ شو اسمها موجود تحت؟ فائزه معنا امس واحده من الاخوات ومحمد بيعلن اسم الفائزه. لا والله العيب ما تعلن حاجه. والله انت اعلن انت. صدق لا تكفى ابراهيم. علي الطماط انت اعلنه. علي البذنجان انك تعلن انت. علي الخس انت اعلنه. ارجوك علي الجرجيره. علي جميع فواكه الخضروات. اكل لك الطاسه اللي تحتويها تفضل. اكل لك القدر المضغوط اللي صفر. لا الطاسه انا الطاسه ارجوك. الطاسه اللي تحتويها انا. الليمون السوداء اللي فوق. اكل لك اللمبه اللي في الثلاجه تفتح تسكرها. ابراهيم ارجوك بعد تكمل. يلا حبيبي محمد يلا. هاي فايزه.
ألف مبروك الأخت اللي فازت معنا بالأمس، هي الأخت نعمة. الأخت نعمة ألف مبروك في استماعنا. مش فاجئ بس إبراهيم، مش فاجئ بس جوال آيفون ما شاء الله، جوال آيفون. واو الأخت نعمة فازت بجوال أمس، وهي ما غير سوت متابعة وإعادة تغريد ومشاركة في هاشتاج، فازت بجوال. مبروك جوال، استاهل استاهل. اللي بكرة من اللي بيفوز بالجوال؟ هذه فعلا اسمها نعمة، هذه نعمة على أهلها. هذه وفات على ابوها، يمكن ابوها مشلخة الراس تبغى يشتري لها جوال، وجاه الجوال اللي حق عندها، يمكن عندها جوال، عاد عندها جوال تستخدم الجوالين. والله يرزقس، والله ييسر امرس. طيب خلونا نشوف مقطع يسار ونرجع لكم. يا عيال لهالدرجة سهرت تسوي فيكم كذا؟ هيجيبوا هيجيبوا شو تقولوا؟ تذكروا هيجيبوا يوم سويت عندي انا حلو حقي جيبوا ذكري. اي والله خلاص يا تغيرت انت اي فقره هذه يوم يا دق الباب سافر براهيم براهيم دقيقة مسافة شغل السياح شغل السياح اسعد انك كتب علي شباب الحاطة انا ما له دخل جبتها على الجرح وكأنك ما دريت الجرح وكنك ما دار هذا المعروفه ذي غادر غادر محمد غادر محمد غادر برنامج غادر المجموعة غادر اضفنا اضفنا مرة ثانية ها خذ لق لق على محمد شبراني محمد يا حياكم الله اعزائي المشاهدين عدناكم جديد مع المبدعين اخوي ابراهيم المعادي صحبتنا ايضا اخوي ابراهيم السوالم اجل ايش رايك بعد قلت اياه بس بالحق لا لا دقيقة شاب معلش انا ودي هل اليوم ولا بكره بنسترجع ذكريات البرنامج مو اليوم ولا نخليها بكره لا خليها بكره بكره اخر شيء باقي بكره طيب ما نبغى شيء نبغى بكره ما نبغى يعني انا ودي يعني اخونا محمد ناصر واخوان فريق الاعداد واداره القناه ومركز الاحياء بكره نبي اتصالات ونبيكم تدسمون شوارب المتصلين بكره خمس جوائز خمس 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 اي خمس خمس جوائز خمس اي نبغى تدق على ابو ريان تعطيه الان تاكد عليه وتعطيني خبر لانه بكره شوف اذا 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 قال لك اذا قال لك لا علمني يعني اتبع على فكره ترى ابو ريان موجود انا مقابله صلاه المغرب فطرنا مع بعض ايش قال؟ لا يسوي لنا بينحاش تابعنا وهو الحين قدام الشاشه يتابعنا ابو ريان الجمعيه بحاجه الدعم فادعم من هنا عشان تحصل من هنا يمكن يمكن مقصر على التلفزيون يمكن مقصر على التلفزيون ابو ريان لا 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 تكلم تكلم ولا بترجم لغة الإشارة يلا ارفع يلا تكلم ناظر هنا تكلم ولا بترجم لغة الإشارة بريان ارفع ارفع تلفزيون صوت ناقص ارفع انت تكلم ولا قل اتصال هذا يا بريان ما يصير دقيقة لا 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 يمكن هو حاط حاط ميوت فانت تكلم ولا بترجم انه تسلم حاجة جوائز بكرة يلا المتصلين يا بريان حاجة جوائز ارفع ارفع على التلفزيون اي بريان ما يصير كذا قل ارفع على صوت التلفزيون ارفع على صوت التلفزيون عشان تسمعنا عشان تسمعنا يا بريان زلط زلط انت مسؤول كبير واحنا نفخرين فيك وواقف على قدم الساق في خدمه هذه الجمعيه قروش قروش تعظيم الذي حرام ويدكم عند البيت فما يمنعنا نفعل حلقه كذا بشويه جوائز الله يتقبل مقطع السار بلغه اشاره ها اللهم صل على النبي على الكبدة على الكبدة الحق السوبيا ارد يا عطشان ارد يا عطشان ارد يا عطشان
كان جت سعد عقاي عالم طالبك، انت قلت لك تطالبك.